صباح الخير صباح النور صباح الورد والياسمين عليكم يا احلى واغلى متتبعات صحباتي الزوينات كي دايرين لاباس عليكم كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبتمام الصحه والعافيه وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال هذا النهار وكيف العاده غنبداو كلامنا بالصلاه والسلام على نبينا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومرحبا بكم معايا فيديو جديد ونهار جديد غدوزوا معايا روتيني من الصباح حتى صراحة الروتين ديال هاد النهار زوين بزاف مميز ومختلف على الفيديوهات الاخرين مهم اول حاجة ضروري من فطور الصباح هنا يا بنات أه كان فطر غير بوحدي بطبيعة الحال راجلي وولدي هما اللي كي يفطروا راجل كي يمشي الخدمة الله يعاونو ولدي كيمشي يمشي للمدرسة حتى هو وديك الساعة من بعد انا كان كنفطر الا كان فق اياد حيت شحال من مره كيدير لي هاد القضيه قد قد مع الياس عرفتي واش كاين قد قد مع الياس كنتلف اياد كيبكي الياس خصو يفطر خصني نوجدلو الباني ديالو اللي كيدير المدرسه المهم كتكون واحد الحاله حاله حال حيت بزاف ديال البنات كيقول لي فاطمه الزهراء شاركي معنا داك الصباح فاش كيكون غادي ولدك للمدرسة شنو كيدي شنو فهمت وانا داك الصباح كنكون شوية راكم عارفين البنات كت... كيكون الوقت دغيا كيدوز غير كتوصل لقيتها كيجي الترونسبور كنخاف لا نتعطل يمشي عليه الترونسبور والمدرسة بعيدة اياد كيكون تا هو الاغلبية ديال الوقت كيكون فايق كيكون يدي هنا ويدي هنا ما حيلتي لهنا ولا لهنا عذروني داكشي باش كنبدا معكم روتيني من كنكس نفطر انا ملي كنبدل ولدي كنرضعو مهم كيرجع ينعس عاد آه كنوض على خاطري عاود وكيحلى ليا حتى التصوير كنصور وانا مرتاحه كنصور في خاطري ما كنبقاش بلاتي كان نتا حيت راني كنصور كيعجبني نكون كنصور وانا فرحانه وانا كنصور ليكم المهم هنايا فطوري ديال هذا النهار وجدت واحد القهوه كحله طير من الدوخه ديال النعاس والحرشة انا راه من المحبين ديال الحرشة الا كنا مجموعين غنفطرو كاملين كنصايب وحده كبيره ولكن هادو اللي صغيورين كيصلاحو كينفعو بزاف في الفطور ديال الصباح ولا حتى الكوتي ديال العشيه كتلقايهم واجدين كتجبديهم تسخنيهم انا راه كاع ما سخنتهم والله بنتي لجاني جو صافي قلت خصني غير امتى نجلس نفطر المهم غادي نجلس نكمل فطوري ونتكون مع راسي قبل ما نكمل معكم الفيديو ديالي بغيت نشارك معكم واحد القناه اللي غزاله سميتها عالم سكينه ام غفران صراحه واحد القناه كيكت لكم زوينه وكتستحق المشاهده واخا ما واخداش حقها في اليوتيوب وهذا واحد المقطع من الفيديو ديالها كنتمنى تدخلوا عندها وتشجعوها حيت بحال هاد القنوات خصنا نشدو بيديهم ونعاونوهم حتى يوصلوا حتى هما ان شاء الله حيت المحتوى ديالها المحتوى زوين بزاف انسانة محترمة طيبة انا كما كنتش كنتفرج في قناتها ما نشاركها معكم اي قناة البنات كنشاركها معكم الحمد لله حتى نتوما كيعجبكم الحال كتقولي فاطمه الزهراء القناه اللي تبعناها الاول اللي شاركتها معنا راها غزاله استفدنا منها وكلقيت التعليق ديالكم عندها كيعجبني الحال بطبيعه الحال ما نقدرش نشارك معكم اي محتوى تافه ولا كيف ما يكون بالعكس شي حاجه اللي غتكون نتوما منها ومن شهوتها هي راه انسانه بسيطه ومتواضعه والاهم في هذا الشيء انها كتقدم شي حاجه اللي هي زوينه كدير وصفات اقتصاديه بزاف وفي نفس الوقت راقيه في المنظر وفي الشوفه بحال دابا هذا الفيديو غتشارك معكم واحد التحليه بجوج ديال الطبقات اللي كتوجد دابا وغادي دير معكم واحد الكراتان للغداء او للعشاء بالبطاطا والدنجال كتجي لذيذه بزاف كنتمنى انكم تدخلوا عندها وتشجعوها وتقول جينا عند فاطمه الزهراء وانا متاكده اللي كتعجبها قناتي اكيد غتعجبها قناه عالم سكينة ام غفران صراحه واحد الانسان اللي من البساطه ديالها كتقدر تخلق بزاف ديال الحوايج كتفرح وليداتها تفرح راسها كوزين كوزينتها تول دارها بحويجات اللي هي بسيطه كتخلق السعاده وما كتبخلش على المتتبعات ديالها بنصائح ديالها الزوينه وهضرتها الحلوه غير هجموا عليها البنات ودخلوا عندها وما غاديش تندموا ابدا بانكم اشتركتوا وتفرجتوا فيها وبالنسبه للقناه ديالها غادي نخليها لكم في صندوق الوصف وغادي نخليها لكم في تعليق المثبت باش يجيكم الرابط ديالها ساهل غير كتبركوا عليه وكيديكم مباشره للفيديو ديالها وهنا البنات من بعد ما فطرت وغسلت دوك المعينات غادي نحك هاد البوطه شوفوا راه حالتها انا كندير لها التنظيف العميق مره واحده في السيمانه بهذا المنتوج ميستر بيل اللي كيتباع في بيم تقريبا 10 دراهم كيصلح لاي حاجه ديال الاينوكس البوطه على باب والمقراج المهم كاع المواعن ديال الاينوكس راه غير حكه خفيفه كدوزي عليه كيخرجوا كيشعلوا شعل ويغنيو يا ليل <applause> هنا كتشوفوني لبست اللي كات. قلت غنبقى نلبسهم حيت بزاف ديال المتتبعات كيقولوا لي فاطمه الزهراء من الاحسن تبغي تستخدمي هاد لي برودوي لبسي اللي عندكم الحق والله باش نحافظوا على يديداتنا راه غير كنعكز عليهم وصافي وزيدون الشغل بهم كيجيني شويه ما ماشي هو هذا <applause> ولكن قلت اليوم صافي غادي نلبسهم المهم اول حاجه بديت بها هي البوطه هي تلاقى داك الشيء ديالها دوك الريوس وداكشي باش غادي نغسلهم حتى هما وهنا صافي البنات من بعد ما حكيت البوطه شوف كي خرجت كتشعل راه كانت حالتها حاله أه كنشفها مزيان كنمسحها بواحد الزيف مزيان حتى كتنشف وكندير واحد القطرات ديال زيت جونسون كيخلي فيها واحد اللمعه اللي هي زوينه وكيحافظ عليها وغندوز دابا نحك هاد المقراج هادشي ديال البوطة الحوض ديك الشبكة ديال الماعن الروبيني مهم كلشي كلشي غادي ندوز عليه هادشي كاع لي هنايا صراحة فاش كندير هاد القضية مرة وحدة في السيمانة كنتهنى السيمانة كاملة عاوتاني هكا كيبقى كلشي نقي كندوز غير واحد التدويزه خفيفه وصافي عرفتوا البنات هاد اللي كانت <applause> شوفو حيتهم ما قديش نكمل بهم الشغل صافي طلع لي الدم كيزلقوا ما ما قد ما عرفتش كيفاش ندير الشغل بهم كنحس براسي بحال ما كندير حتى حاجه والله شوفوا دابا فاش حيدتو كان كنحس براسي كنقضي الشغل الله يستر اللي فيه شي... شي قاعده راه فيه نسالي وغادي ان شاء الله في ديداتي غادي ندير لهم الحامض وغادي ندهنهم بالكريم المهم غادي نضرب بهم وصافي باش يبقاو رطيبين يا بنت لكم ديال قبيله البنات فاش كندير هاد التنظيف العميق مره واحده في السيمانه البوطه كتبقى لي نقيه كندوز لها غير تدويزه خفيفه كنرش عليها غير داك المنظف وتعدد الاستعمال وراه كتبقى كتشقشق صافي هنايا هات غادي نكمل هادشي اللي بقى ليا خاطرش البنات هنا هذا النهار مرتاحه ما كاين لا غدا لا حتى حاجه علاش قلت لكم هذا الفيديو مميز حيت دايره مع صحباتي مع جيراني متفاردين غادي نخرجوا هذه العشيه للطبيعه دايرين مع جوج غادي نتلاقاو وغادي نمشيو للطبيعه تما غادي نتغداو وغنصايبوا الرفيسه عطينا 15 درهم الوحده 300 دريال وغادي نصايبو جوج قصريات حيت تبارك الله راه كثار بينا غنديرو جوج قصريات وواحد المراكشيه هي اللي تكلفت بالطيب تبارك الله عندها دي الطياب ديال البلدي من داك راكم عارفين المراكشيات مع القوام والعشوب داكشي الشيء يا سلام المهم هي اللي غادي تكلف بالطياب في دارها وبالنسبه للتريد كل جوج غادي يصايبو شويه بحال دابا انا وجارتي اللي ساكنين فهاد الدار غادي نصايبوا واحد شويه ديال التريد واحد جوج جوج وحدين اخرين غادي يصايبوا يصايبو المهم كل وحده كل ود دي جوجات فدارهم غادي يصايبوا شويه وديك الساعه غادي نديوها تما للطبيعه والاخرى غتجيب الدجاج غتجيب المرقه غتجيب كلشي لتمايا ونسقيو ونجلسوا ناكلوا <applause> ما لحقش ليكم ما لحقش ليكم المراحل غادي نخليكم غير بقاو معايا وكملوا معايا الفيديو حبه حبه كي كيقولوا المصريين وان شاء الله غدوزوا معايا وقيته زوينه ما تندموش عليها وقبل ما ننسى أني كنت غادي ننسى عاوتاني واخيرا وعلى سلامتي درت لانستغرام البنات حيت بزاف ديال المتتبعات كانوا كيبغيو يتواصلوا معايا كيقول لي عطينا الفيسبوك او لانستغرام ديالك وما كانش عندي ما كنتش دايره حتى دا ما عاد درته المهم غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف غتلقاو كتشاركتو معاكم حتى في المنتدى ولكن دخلوا دخلوا عندي شي بنات راني تواصلت معاهم ولكن كنظل الاغلبيه مازال ما, ما شافوهش مهم اللي مهتمه وبغات نتواصلوا اكثر راه غادي نخلي لكم رابط الانستغرام حتى هو في صندوق الوصف صافي هنا يكون سالي راني حلفت من نخرج من الكوزينه حتى نخليها كتشعل ديك القرع ديال العطريه هادو ديال الزيت داكشي كاع اللي عندي فوق الرخامه مسحتو دوك لي بلونط داك الركن ديال القهوه حتى دلاج الثلاجه دوز دوزت ليها واحد المسيحه خفيفه المهم كل شيء دابا راه رجع كيشعل كل شيء راه رجع نقي خصوصا دابا ما نطيب فيها عجبني الحال <applause> شوفوا البنات البرودوي كيرجع داكشي ديال كي اينوكس كيرجعو كي كيشعل هانتوما عاوتاني قراجو هادشي ديال البوطه درتهم هنايا في السرجم هنا غادي نخليهم كيستقطرو على خطرهم باش كينشفو مزيان حتى نرجع عاد نرجع كل حاجه بلاصتها وهنا البنات طلعت عند جارتي اللي كتسكن في الفوقي راه حنا ساكنين في نفس الدار الا رديتو البال راه غادي ت... تقولوش هادي دار فاطمه الزهراء ولا شنو راه نفس الرخام نفس الجليج الدار نفس البصاله مهم كوبي كولي راه مبدلين غير الماعن نتوما كتشوفوا القرعه ديال العطريه ديالها والشبكره المهم كاين شويه شبه في طلعنا باش كنوجدوا هاد تريد انا راجنتو الصباح بكري وخليتو عندها هو فوق شحال ما تعجن زعما مده طويله وبقى كيرتاح يكون من الاحسن كيتطلق بكل سهوله وما كيعذبناش وكيجي زوين وبالنسبه للعبار درت اربعه زلايف كبار ديال الفينو مع جوج زلايف كبار ديال الفورص شوية ديال الملحة واحد المعلقة صغيرة ديال سنيدة ما كان فيه الخميرة نهائيا وكيتعجن مزيان خصو دليكول عليك اللي عندها العجانة تعجنو في العجانة اللي عندها يديداتها دلكو 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 مزيان وتخلي شوية مرخوف بحال العجينه ديال المسمن ومن بعد قطعتها لكورات صغار وكنبدا بالاوله كنبقى نطلقها كنسرحها رقيقه وضروري كنعاون بشويه ديال الزيت واللي طرقتها صافي كنهزها كنعطيها لجارتي هي كتقابلها في المقله وكنديروا وحده في المقله كنسرحوها حتى كتشد راسها كنقلبوها وكنديروا عاوتاني فوق منها وحده اخرى وكنبقاو غاديين بحال هكا كل مره نقلبو ونديروا وحده حتى كنديروا ديك خمسه سته ديال الوحدات وكنحيدوهم الصراحه العوين زوين دغيا سالينا ما حسيناش بروسنا كاع امتى سالينا راكم عارفين الجماعه والهضره والضحك والولاد مبرزطيننا حيت هاد النهار البنات فاش لكم كان بنهار الاربع كيخرجوا الوليدات مع 12 المهم حتى 12 حنا عاد بدينا <applause> كنطيبوا فيه والجوج متفقين باش غادي نخرجوا وراهم ساكن فرحانين خصهم غير امتى يخرجوا حنا بروسنا فرحانين والله الا فرحانين بهذا النهار كتغيري ديك الكلاص في الدار والروتين ماشي بحال كتلاقي مع جاراتك ولا صحاباتك ولا كديري واحد الخريجه على برا وكتضحكوا كتنساو الهم كتنساو كل شيء والوليدات حتى هما كتعطيوهم الحريه ديالهم ما كيبقاوش محبوسين بجوج د الحيوطه كيتمرغوا كيلعبوا كيديروا اللي بغاو وجلسنا عاوتاني معاونين كنقطعوا راه مريم قطعات نص الكبير انا فاش كنت مقابله الطياب هي كانت كتقطع بقى غير هاد الشويه المهم هي ما بيديها وانا راه كنقطع بالمقص جارتي عاوتاني الاخرى جات عندنا حتى هي قالت لي ماشي كا كتقطع قلت لها كيفاش كتقطعو نتوما قلت لها حنايا كنروليو بحال هكا وكنقطعو بشكل مايل كنضرب ضربه هكا وضربه هكا باش ما كيجيش طويل قالت لك هي التريد خصو يجي طويل قالت لها مريم كيجي بحال سباكيتي قالت لها لا انا ما بحال هكا كنتي هزه داكشي كيبقى فهمت كيبقى داك الملوي من اللي قالت لها انا كيعجبني يكون مفرتت مريم كتفرتت كاع بيديها المهم بقينا كل واحد وكيفاش طريقته وكنضحكوا وها القصريه تبارك الله اللي وجدنا راه تقريبا راه غدا في جوج كيلو ديال الطحين هانتوما نتوما كتشوفوا راه جا غزال جا مورق والقصريه البنات راه كبيره راه غير كتبان في التصوير شويه صغيره ما هي تبارك الله كبيره ومقببه نتوما شوفوا كيفاش جا جا زوين قبل ما غنخرج من كوزين جارتي صورتها عليكم باش تشوفوا راه بحال كوزينتي تقولوا كو راه غير فاطمه الزهراء بدات الماعن وداكشي هي خلاص عندها الكويزيني ديك الرخامه كتبقى لها خاويه كيبقى لها التيساع تمايا انا دايره البوطه فوق الرخامه ودايره حتى هي الطبله المهم راه بحال بحال وهي عاوتاني هنايا فين دايره انا الحامل ديال الفرن دايره هي الماكينه ان شاء الله فاش ناخذ انا ماكينه اوتوماتيك هذه هي بلاصتها شوفوا كي كتجي هي البنات هي الطبيعه فين جينا في واحد البلايصه قريبه حدا الديور ماشي زعما شي بلاصه بعيده ولا شي خلاه ولا شي حاجه خصنا ليها الترونسبور غير على رجلاتنا دغيا دغيا وصلنا المهم انا راه كنشوفو فين غادي نفرشو كنقلبو على شي بلايصه تكون مواطيه ومزيانه فين غادي نجلسوا هاكي واحد انا جبتها البنات هاد المجموعه كسوله حنا التريد ديالنا انا ومريم جبناه ناضي صافي مقطع هو هذاك خصنا غنسقيو ونجلسو ناكلو هادو ضيعوا لنا الوقت حتى البنات كون زعما درت هادشي بلا مونتاج الموت ديال الضحك نخلي الصوت الاصلي ولكن يجي الصداع شي كيهضر شي كيضحك والولاد كيغوتو المهم صراحة واحد من وردة زغزال بالتعويضة إن شاء الله راه هانتوما كل شي داري دي خصنا غير إمتى سالي هاد هاد التقطاع ديال هاد التريد هذا باش نجلسو ناكلو عرفتي الريحة ديال الرفيسة كيفاش عاطيو الريحة ديال الحلبة والعشوب تهاوشنا تهاوشنا خصنا غير إمتى نجلسو ناكلو شوف البنات الحادقة المراكشية والله الا الله يعطيها الصحه راه هي اللي طيبات الدجاج وطيبات البلول وها نتوما جابت حتى هاد البوطه الصغيره عجباتني قلت لها غادي نصورها نوريها للبنات اللي كيبغيو كيديروا خارجات للطبيعه وكيبغيو يديو معاهم شي حاجه فين يسخنوا بلا ما يشعلوا العافيه وراكم عارفين هادي آه قالت لي كتباع ب 5000 ريال في الاسواق الكبرى تقدر تلقاوها في مرجان وهذا العيب هادي اللي دايره هنا هو الغاز قالت لي بحال البريكه هي باش كتشعل كدير هنايا كدير 20 درهم قالت لي كدوز جوج حتى ثلاثه الخريجات والله الا قضات لينا الغارات. انا يعني البنات قربت لكم السمية ديالها باش تشوفوها اللي بغاتها اللي مهتمة بالامر وعرفتي راه كلينا رفيصة سخونة فاش كلينا رفيصة عمرنا البراد ديال الاتي والله الا برد مور براد ها ديال الشيبة ها ديال النعناع هانتوما <applause> سميتها هابي هوم هانتوما مكتوبة فيها هابي هوم جات مضببة ما بينش مزيان المهم هادي هي السمية اللي مكتوبة فيها هنا الكوكوط راه كتسخن وها هو ايادو شوفو فين جلس راه جالس بعقلو البنات عرفتو ما بكاش جلس بعقلو عجبو الحال كيشوف بالعوينات المهم درت هنا في البوسات ديال عم راه مغطي من الشميشه وكيشوف الوليدات وغير كيضحك <applause> واحسن حاجه في الخريجه هي هاد الفرحه اللي كتشوفيها في عيد الوليدات عرفتي مساكن شحال لعبوا شحال نقزو ما شبعوش حنا بروسنا ما شبعناش وماشي شي حاجه اللي هي مكلفه ولا باش غادي نفرحوا وليداتنا راه خرجنا غير جهه الدير زعما ماشي شي بلاصه بعيده أه 300 دريال المهم تحت عيننا الخرجه ب 300 دريال دوزنا واحد الوقيته ما بحالها راه مشينا من الجوج ما رجعنا حتى ل 7 ديال العشيه ما سخيناش نهائيا واخا عرفتي وليدات ديك تدقدقوا غير بعد انا ولدي غير وصل للدار دوشت ليه هو يطيح ناس دابا جا وقت المعقول ولكن غادي نسبقو من الوليدات هما الاولين درنا لهم واحد البلايصه فرشنا لهم وكل وحده اتفقنا كل وحده من دارها جابت طبيصلات صغار باش العيالات يجلسوا درنا جوج قصريات العيالات يتجمعوا على القصريات والوليدات ها نتوما كتشوفوا جينا مقومين تبارك الله علينا وخلاص كل وحده جابت الطباصل ديال وليداتها كل المعالق باش كل واحد غادي يجلس ياكل طبسيلو اللي بغى يكملو يكملو اللي ما بغاش يكملو مهم شغلهم هذاك غاي رجاء مسكينه راه خدامه راه قصه كتغرف ليهم انا ولدي بعدا راه كتعجبو الفيصر راه كانت الطبصيل ديالو جا عندي قال لي ماما زيديني لي وزدتوا عاد وها هو الدجاج هي راه مغلفه رجاء دايره له بابي كويزين والسلوفات باش يبقى سخون جوج دجاجات تبارك الله كبار الصفرية الأولى ودارت هاد الكميسات ديال الثومه خليتهم مكمولين عرفتو ملي كطيب راه كترجع بحال الزبده دا. دايبه ودارت هاد الكاشير كاشير ديال الرفيسه اللي كيكون كي بلاشوب. عرفتو تا وحق الله دارت فيه الكبده والبيض والمعدنوس والعشوب وقداتهم باش جاو على هذا الشكل مربعين دارتهم في المول ديال السيليكون يا بنت راه كنسولو هي كتجاوبني دارتهم في المول ديال السيليكون ديك التقيبه اللي بقات هكا الوسط عمرتها بالحرور بالهريسه جات عاطيه منيضو اللي بقى حتى الحرور وهانتوما الى لا راه دارت حتى داتنا شي بريستيج رفيسه بريستيج درت في الكيردون الكاشير والبيض ديال السمان وزوقاتو بالزنجلان الزنجلان هذا نسيت سميت داك الاخر لي مع الزنجلان مشات ليا من بالي مهم الله يعطيها الصحه خلاص زعما راه ما ما قالت انا غنتكلف بالطيب حتى راه عارفه راسها اش كدير المراكشيه تبارك الله عليهم حاد قات تحيه لاي مراكشيه هنايا معايا في القناه كتفرج فيا وبقى ليها التمر حتى هو زادته وصافي ها هي القصريه واجده اللي على البنات غير تسمح لي ما زعما اش غادي نقول لكم واحد المذاق يا سلام انا دابا كندير في المونتاج وعاود شهيتها ها الربيع حتى هو من الفوق وكيف ما صايبات هذه القصريه غتصايب عاوتاني القصريه الاخرى بحالها هنا هو عليها جلسنا انا يقول بناهم البنات هاد القصعه الصغيره جلست فيها غير ربعه بينا وما تجمعوا على ديك القصه حال كيف هكا قلوب تونا انا راه كلشي كي كلشي ما كي يشوف شي كل واحد كيضرب على عرابو <applause> ايوا ملي كتشبع الكرش كتقول للراس غني نشوف البنات هنايا من بعد ما عرقناها حي حنا تنط عرجبناهم انا انا يا راني اللي كنضرب بهاد المعالق شاده الكوكوطون معالق المهم غادي نخليكم واحد المقطع بلا مونتاج راه ما خليناش شنو غنينا هاد الشلوحه العرب كلشي غنيناه يا غادي نعمرو بريدات ديال اتاكي قلت لكم ها النعناع الشيبه اللي بغا شي حاجه كل شيء موجود الرفيس راكم عارفين موراه ما خصش لا ديسي لا لا شي حاجه بارده من الاحسن واحد البراد ديال اتاكي رد المجاج هو هذاك صافي هنايا راه الملاليه اللي كتعمر اتاكي قلت راك حليتي كثرتي السكر قالت لك لا حنا قالك المله اللي ما كانش حلو ما يتشربش <applause> صافي غادي يخليوه يغلي عرفتي والله الا ديك البوطه زعما الصراحه الا زوينه انتما راه قلت لك حتى ديال السكر جوج جو بصح والله الا جا مسوس وفي التالي قالت لك انتما فضحتو لنا دوك جوج جو طوبات اللي حيدنا حنا رديناهم في التالي قلت لكم البنات هذه. البوطه هادي والله الا نفعات عمرتنا البلاد ديال اتاي وكاين رفيصه سخونه صراحه زوينه وعمليه والله تاع الصحه تاع اتاي صايباته هو هذاك مش فاش <applause> قلت لك غير ديال مع حاجه قاصح قالت غير شي شوايه قلت لها عاود وهنا الغزالات ديالي كيوصل الفيديو النهايه كنتمنى يكون عجبكم وتكونوا دوزتوا وقيته زوينه معايا كيف العاده ما تنساونيش من اللايكات والتعاليق الزوينه ديالكم اللي كتفرحني وكتشجعني على المزيد وكنقول الى اللقاء وتنطلقوا في فيديو اخر ان شاء الله وما تنساوش دخلوا القناه عالم سكينه ام غفران وشكرا لكم يا اغلى المتتبعات